عندنا تجربة إن شاء الله بإذن الله نتجربكم شيء بالبيكان. اللي يحب البيكان لازم يجربه، لازم يجربه إن شاء الله بإذن الله. بنبدأ الحين في الطبخة. طبعا عندي أول شيء بسويه، بسوي الكارمالايز بيكان، بنخليه كراميل. نوع شيء السكر، بعدها نبدأ نضيف. بقول لكم شيء نضيف على طول الموية معها كذا عشان نبدأ نسوي اللي هو هذا. بعدها كذا ننزل البيكان شايفين، ونبدأ نحرك بالكراميل. يا سلام. طبعا نقول بسم الله، ننزل الكسرات حقتنا كذا شايفين بالطريقة هذه، نبدأ نكسرها مع بعض خلاص كذا. شوف كسرنا خلصنا، بنجيب بعده على طول عندي هنا البيكان شايفين، نزل منه كمية بسيطة كذا بسم الله، نقفل عليه هذا. بعد البيكان كله خلص، كل انواع المكسرات حقتنا مع بعض كله بنخلطهم شايفين. تحدي وش هذه، تحدي بيني وبينكم، يلا وش نوع المكسرات هذه؟ اللي بيجيبها لك هدية مني. اللي بيجيبها طبعا ببدا اكسرها. خلاص ابشركم اخر نوع من المكسرات، الحمد لله شايفين بعد ما كسرته جاهز خلاص. هنا عندي ثلاث انواع مكسرات. طبعا هذه المكس حقنا، طبعا اول شيء البيض، وهنا معنا اللي هو السكر البني شايفين، هي الكمية هذه كلها مع بعض تسويها مكس بسيط. بعدين فوقه عندي الملح كمية بسيطة هاي. شوفوا هذه الكمية كلها ايش، شوف كلها فانيلا، هذه كمية فانيلا. طبعا كلها 10 اعواد، وينها فككناها وكله مع بعض هذا فانيلا بيو. شايفين هذا العسل كل الكمية هذه، شوف كل الكمية. طبعا نقول بسم الله ونصب. شوف هذه كل المكسرات حقتها شايفين، هذه المكسرات. وبعدها نقول بسم الله ونصب الخليط حقنا كامل معها. شوف كيف المكسرات مع الخليط مع بعض كلهم. نقول بسم الله ونبدا نحركها مع بعض. شوفوا كيف، شوفوا كيف الخليط ما شاء الله تبارك الله. شوف 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 مكسرات مرة ثانية. يا سلام. طبعا هذه بخزنها الحين لأنها لازم تجلس 24 ساعة مثل ما قلت لكم، وعدنا بكرة إن شاء الله. هلا والله سهلة. شوفوا 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 كيف صارت ثقيلة بعد ما كملت 24 ساعة شايفين؟ صار الخليط حقنا ثقيل. طبعا نقول بسم الله وعلى طول في البايب بانك. بسم الله ونبدا بالحشوات شايفين؟ كذا نبدا نحشي كل واحدة. على طول جاهز الفرن، ندخل التارت جوه. طبعا شوفوا التارت قاعده تستوي. شوف شوف خلاص خلصنا الحين، ما عاد بقي شيء. طبعا اللي بسويه نطلع شوي ونبدا نوزعها للناس الموجودين. شوفوا كيف طلع شكلها جميل مرتب وتجربه، عشان الناس يعطونا رايهم في المنتج هذا. إذا عجبهم صرنا ننزل لهم، إذا ما عجبهم لا. فالآن قاعدين نطور في المنتجات، وهذا من أهم المنتجات بالنسبة لي صراحة.
قاعدين نقصصها عشان التوزيع، شايفين؟ كذا جاهزة، شايفين؟ طبعاً قصصناها صغيرة عشان يبغى ياخذها على طول. سمول بايت، شوفوا. شوفوا الجمال. ما شاء الله تبارك الله، شايفين؟ كذا خلاص على طول بناخذها الحين ونبدا نوزعها. شوفوا.